وبهذا التقرير نعلم علم اليقين أن دعوة بعض الناس في زماننا عن الإعراض عن الكتاب والسنة إلى خزعبلات أو خرافات أو آراء مذمومة أو عقول سقيمة أو إلى كما يقول بعضهم إلى استخراج الطاقة الإيجابية لدفع أو رفع الطاقة السلبية، وأن هذا الأمر يجعل الإنسان في ارتياح حتى ولو كان معرضاً عن كتاب الله جل وعلا، حتى ولو كان معرضاً عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك بلا شك وبلا ريب من الضلال والبعد عن شريعة الإسلام. فالواجب علينا يا معاشر الأحبة اتباع القرآن والسنة. فكتاب الله جل وعلا كما قال الله سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فإن القلوب بها أمراض، وإن القلوب بها أسقام، وإن القلوب بها أدواء، إما من غلبة شهوة أو من غلبة شبهة. فغلبة الشهوات كميل المسلم إلى المعاصي الشهوانية، فإن بعض الناس قد يغلب عليه بعض الشهوات وتغلبه هذه الشهوة كالزنا وكأكل الربا وكشرب المخدرات والمسكرات من المحرمات الشهوانية. وغلبة الشبهات يشتبه عليه الحق فلا يميز بين الحق والباطل، بل ربما يرى الباطل حقا والحق باطلا عياذا بالله. فالقلوب تصدأ وصداها بالشبهات أو الشهوات، وإذا تراكمت هذه القاذورات على القلوب سدت عن القلوب طريق الخير، كما قال الله جل وعلا: إذا تتلى عليه آياتنا القرآن، إذا تلي على أهل الإيمان كان من هذا المؤمن أن يتعظ، أن يرجع، أن يتبصر، أن يهتدي. ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية ما يكون من أهل الشبهات عياذاً بالله. قال الله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ثم قال الله سبحانه وتعالى: كلا، أي ليست بأساطير الأولين. ولكن ما سبب ذلك وما علة ذلك؟ أي ما علة أن هؤلاء قالوا عن كلام الله جل وعلا عن القرآن الذي فيه شفاء ورحمة وهداية، لماذا قال هؤلاء عن كتاب الله جل وعلا وعن الوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى بأن هذا القرآن أساطير الأولين؟ قال الله جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي تراكم واجتمع على هذه القلوب ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة، ما كانوا يكسبون من الأعمال القبيحة، ما كانوا يكسبون من الأعمال الذميمة، حتى رأى هؤلاء الناس
أعظم كلام وأجل كلام الذي هو كلام الله جل وعلا، بسبب ما ران على قلوبهم من الشبهات، بسبب ما ران على قلوبهم من الأهواء، بسبب ما ران على قلوبهم من الأدواء، رأوا أن كلام الله الذي تكلم الله سبحانه وتعالى به جل وعلا، رأى هؤلاء بسبب أهوائهم أن هذا الكلام من أساطير الأولين عياذاً بالله. قال الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي أنهم بسبب ما اكتسبوا من هذه القاذورات من النظر إلى الفلسفات أو الأهواء أو البدع والمحدثات، حجبوا عن هذا القرآن، حجبوا عن هذا الوحي المنزل الذي هو كلام الله على الحقيقة سبحانه وتعالى. فبعض الناس كذلك مما يقولونه في هذه الأزمان أن القرآن الكريم لا يصلح لكل زمان ولا مكان، ومعلوم لمن كان عنده بصيرة في دين الله جل وعلا، وعنده بصيرة في كتاب الله جل وعلا، وعنده بصيرة في الوحي المنزل من عند الله جل وعلا، وعنده فقه في سنة رسول الله جل وعلا، فإنه يعلم علم اليقين أن القرآن والسنة صالحان لكل زمان ومكان، ومصلحان لكل زمان ومكان. ولكن القرآن يكون هدى وشفاء للذين آمنوا، كما قال الله جل وعلا: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى.